çekinme yarım, bana gel de bana gel. İhtiyacın var sana gel de sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel yine gel. Sakın da yarım, bana gel bana gel. Çekinme yarım, bana gel bana gel. İhtiyacın var sana gel sana gel. السلام عليكم جميع الصديقات والاصدقاء، كيف بقيتي ولاباس عليكم؟ صحيحه والسلامه ان شاء الله. بغيت نشارك معكم هذا العصير اللي هو ساهل، وديما كما تتعرفوا تنجيب غير الافكار السهله والبسيطه اللي موجوده في كل بيت. اليوم بغيت نشارك معكم هذا العصير ديال البرتقال ديال التين، ما تحتاجش بزاف ديال القوام. تنحتاجوا فيه غير شي 5 ديال البرتقالات، ودانون ديال البنان، وسنيدة، والماء البارد. هادو هما المقادير، غتبعوا معايا طريقة التحضير إن شاء الله بحول الله. وغيصدقوني هاد الدانون غادي يعجبكم، غادي يعجب الوليدات بالخصوص في هاد الصيف. تندير كمية وفيرة وتنخبعها في الثلاجة، والله العظيم إلا تيبرد العطش، وزوين ولذيذ وسهل. تنتمنى أنكم تجربوه. اول حاجه غادي ناخذ التشين وغادي نديرو في المولينيكس ولا في الهاشوار، اللي عنده في الهاشوار يمكن له يطحنوا في الهاشوار. وغادي نضيفو عليه الماء البارد وهو الثاني، ما تنضيفوش الكميه كلها، حتى تنطحنوا كذلك مع سنيده. السنيدة تتبقى على حسب الذوق. ما تنساوش انكم غديروا دانون باش ما تحليوش بزاف، كاين اللي ما تيبغيش السكر بزاف. دابا غادي نطحنوا. دابا غادي نقطعو شي صفاية تكون كبيرة هكا، وغادي نصفي. تيهبط خاطر وتيهبط زوين، وغي جربوه مغاديش لأن المكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل دار وزوين. يعني البرتقال راه موجود، دانون حتى هو راه موجود، اللهم لك الحمد. صافي هكا تتنسالي بالكمية. هذا هو العصير اللي بغيت نشارك معكم كفكرة جديدة وسهلة وبسيطة.
اللي بغى يجربه والله ما غيندمش عليه، لان لذيذ وغيعجب الوليدات وغيعجب حتى الكبار، تيعجب الصغار والكبار. وبصحتكم وراحتكم، الى فكره جديده ان شاء الله بحول الله، وديما مع الساهل وديما مع البسيط. الى هنا تنودعكم الى فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.